السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم أحبيب قناتكم قناة لقمة شهية. الله يكرمكم ويجبر خاطركم. على السريع إن شاء الله بدي نعمل معكم قطر، وهذا القطر بنحطه على جنب، بنحفظه بمرتبان إزاز حتى كل ما بدنا نعمل أكلة حلو إذا بيلزمها قطر بارد بنحط، مثل القطايف أو العوامات أو الأكلات العربية، أكلات الحلو العربية بنحط قطر بارد. وفي أشياء بدها سخن، هون القطر بيلزمني كبيتين سكر، بدي حط يعني أنا هي الكمية اللي بدي إياها، ممكن تزيدوا عليها. فإذا مقدار السكر نص مي، كبيتين سكر، بدي كباية مي، بنولع الغاز تحتها. بعد ما حطينا كبيتين سكر وكباية مي بنحاول جهزنا نقلب على مهلنا مشان هيدي الحواف، هي الحواف ما يطالة السكر تحترق. هيك شوي هن حيدوب السكر، نخليهم بس يبلشوا يغلو لمدة 10 دقايق بعد الغليان وبنطفي تحته. وهلأ بعد الغليان بنخفف الغاز، بنخفف الغاز على الآخر على الآخر، ونتركهم لمدة 10 دقايق. نجيب عصرة حامض نعصرها، أول عصرة وتاني عصرة، واللي عنده حامض الليمون أو ملح الليمون بدل الحامض الطبيعي وفريش فيه كمان، وبالعكس حتى الحامض الليمون بيضاين القطر أكتر من إنه نحط عصير حامض فريش. بنحط ساعتها بربع المعلقة، بربع معلقة الطعام، براسة يعني براس المعلقة، شوية حامض الليمون أو ملح الليمون. هلأ عم يغلو بس على مهله، بعد ما حطيت الحامض هيك بخليهم ما بي هيك بخلي القطر ما يسكر، يعني ما بيمسك، عرفتوا شو؟ بضل مرتخي هيك، بنشوف هيك منيح. بدي اياهم هلأ عنا، إذا كان للعوامات لازم نتقل القطر، بيصير بالمرحلة الثالثة. إذا كان للهريسة مفروض يكون سخن مرحلة أولى، يعني مشان يتوغل صينية الهريسة أو أي شيء بدنا نسكبه عليه غير العوامات. والعوامات والقطايف وهي الأصناف العربية لما يكون القطر بارد بيكون أحسن، أما الهريسة وهي أشياء بيكون القطر سخن بيكون أحسن. وفيكم مثل ما قلت لكم بالسابق، فيكم تحطوا فانيليا، فيكم تحطوا أي مطيب تاني، مثلا في ناس بتحط حب هيل، في ناس بتحط قرفة، في يعني اي مطيب، بس الاطيب هو مي زهر او مي ورد او اثنين سوا. انا بحطهم اثنين سوا، بحط طعمتهم اثنين سوا، بس في كتير ناس طعمهم حلو بتاكل القطر عندهم بتحس بطعمة المي ورد بس، وفي ناس مي زهر بس. انا بحب اثنين سوا مع بعض، طعمي غير شكل. بسم الله. وهلا من بعد ما برد شوفوا كيف تقل، بس ما بدي تقل كتير كتير. شوفوا كيف هلا هون هيدا المرتبان انا بعمل كمية اكتر من اللي بدي اياها، وبحطهم هون، بحطهم بازاز بس اكيد، وبغطيهم مشان ريحة المي ورد ومي زهر بتضل عابقة فيهم، ريحته بتضل حلوة. كل ما اعمل صنف حلو بشيل منهم، وبس يخلصوا برجع بجدد القطر من جديد ان شاء الله. بتمنى منكم ما تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. مع تحياتي سنيورة عويد.